وبشأن التهديدات البحرية الصادرة من نظام إيران، ينضم إلينا عبر الهاتف من أمستردام المتخصص بالشأن الإيراني سلطان العاطفي. سيد سلطان، مرحبا بكم. تصريحات لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يدعو أو يرغب في التفاوض. وزارة النقل الأمريكية من جهتها تقول إن هناك تهديدات إيرانية جديدة في الخليج العربي. هل هناك تناقض في الموقف الإيراني سيد عاطفي؟ سعد الله مساكم أخي الكريم. طبعاً السياسة الإيرانية ليست وليدة اليوم، بل هي موجودة منذ أمد بعيد. فالسياسة الإيرانيون يعتقدون من خلال هذه الازدواجية أنهم يستطيعون أن يخدعوا الرأي العام العالمي. ويندرج ضمن هذا السياق أيضاً وجود معسكرين داخل النظام الإيراني نفسه، حيث يكون هناك معسكر متشدد ويمتلك السلطة والقرار يمثله المرشد الأعلى، ومعسكر أقل تشددا ويمثل السياسة الخارجية للنظام الإيراني في الوقت الراهن ويمثله الرئيس روحاني ووزير خارجيته سيد ظريف. وما ذكرته وزارة النقل الأمريكية من وجود تهديدات فهذا صحيح، وما نشاهده اليوم في الخليج العربي خير شاهد على ذلك. ولكن على السيد ظريف إن كان يريد من العالم أن يحاوره ويبعد معه على طاولة الحوار أن يكون صادقا مع نفسه أولا، وأن يعلم يقينا بأن العالم يدرك ما يقولون، وأن أقوالهم هذه إن لم تكن مطابقة لأفعالهم فإنهم لن يستطيعوا خداع الرأي العام العالمي. طيب سيد عاطفي، الحكومة البريطانية تقول أن حرية الملاحة مسألة حاسمة لنظام التجارة العالمي، وبالتالي مسألة حاسمة أيضا لاقتصاد العالم. هل نفهم من هذا الكلام أن بريطانيا ربما ستنخرط في عملية عسكرية ضد إيران، خاصة إذا ما علمنا أنها قامت بإرسال قطع بحرية إلى الخليج العربي؟ أعتقد أن التحشيد البحري سواء من قبل بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية في الخليج العربي في المدى المنظور لا أظن هناك عملية عسكرية ضد النظام الإيراني، وإنما الهدف من وراء هذا التحشيد هو إرسال رسالة واضحة المعالم لا لبس فيها لهذا النظام بأن مسألة الملاحة وحرية تدفق النفط إلى الأسواق العالمية مسألة لا تقبل النقاش، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز، وأنه في حال أقدم هذا النظام الإيراني على أي حماقة شكل تهديد وخطر حقيقي على هذه المصالح فإنه سيكون أمام ضربة عسكرية موجعة وعليها أن يتحمل نتائج حماقاته هذا. طيب سيد عاطفي، لو أخذنا تصريح للحرس الثوري الإيراني يقول بأن الحرب على إيران ستشكل تهديدا لأنظمة سياسية في المنطقة، من هي هذه الأنظمة تحديدا؟ أعتقد هو يعني يرمز إلى دول الخليج العربي بدرجة كل دول الخليج؟ دول الخليج برمتها؟ أعتقد بالدرجة الأولى يرمز إلى الإمارات العربية المتحدة وللمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين على وجه الخصوص. ولكن الإمارات العربية المتحدة ربما فتحت مجالا للحوار والتفاهم. أنا في نظري يا أخي الكريم أن النظام الإيراني غير مستعد لشن حرب وغير جاهز وليس عنده القدرة الكافية لتنفيذ هكذا تهديدات، وأن هذه التهديدات تندرج ضمن الاستهلاك المحلي أكثر من الاستهلاك الخارجي، وتعكس لنا جانب آخر وهو الجانب النفسي لدى الرموز النظام الإيراني، بحيث أن أصبحت العقوبات الأمريكية على هذا النظام تؤتي يعني ثمارها، وأصبحت يعني واضحة المعالم، وهذه التصريحات والتهديدات إحدى نتائج هذه العقوبات. فهم يأتون بهذه التهديدات من أجل كسب الرأي الداخلي أكثر من الخارجي. سيد عاطفي، حسين سلامي وهو قائد الحرس الثوري الإيراني يقول في تصريح له، آخر تصريح له، يقول لا يمكن تقليص نفوذ إيران في المنطقة كونه نفوذا ناتجا عما سماه الإيمان والعقيدة. كيف ترى هذا التصريح؟ لا أعتقد أنه دقيق فيما ذهب إليه من هذا الكلام، وفي حال اندلعت حرب حقيقية في المنطقة ستجد أن النفوذ الإيراني ربما لن يتقلص فقط بل سيختفي تماما، وستكون يعني هذه الميليشيات التي زرعها النظام الإيراني في الدول العربية من لبنان وحتى اليمن كروت محروقة ولن تستطيع أيضا يعني
الصمود كما يدعي هذا المسؤول الإيراني. من أمستردام المتخصص بشأن الإيراني سلطان العاطفي، شكرا جزيلا لكم.